بينقلنا بعد كده مزامير المصاعد للمزمور اللي بعد كده مزمور 124 ترنيمة المصاعد لداود. لولا الرب الذي كان لنا ليقل إسرائيل، لولا الرب الذي كان لنا عندما قام الناس علينا، إذا لابتلعونا أحياء عند احتماء غضبهم علينا. إذا لجرفتنا المياه، لعبر السيل على أنفسنا، إذا لعبرت على أنفسنا المياه الصامية. مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم. انفلتت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن انفلتنا. عوننا باسم الرب الصانع السماوات والأرض، الليلويا. بتطلع بينا مزامير المصاعد سلمة ثانية، مش بس عينيا بتبص ناحية ربنا اللي بيفهم لغة العيون، ده وصل لمرحلة أكبر، إن الله ده بتاعه. لولا أن الرب كان لنا، مش كان معنا، كان لنا. لنا يعني إيه؟ بتاعنا. وكأنه يمتلك الله، إن كان الله لنا فمن علينا؟ كان ربنا بتاعي، مين اللي يقدر يقف قدامي؟ منسوب هذا المزمور لداود النبي، ويمكن داود من أكثر الشخصيات اللي اختبرت هذا الاختبار. لما ربنا نجاه من جلياط، ولما ربنا قاده في حربه ضد الفلسطينيين، ولما ربنا صنع به انتصارات على بني عمون، ورفع اسمه ومملكته فوق كل شيء. الجميل ان داود ما حسش ان كل ده بشطارته وبمهارته، تغلب على الاخطار اللي كانت محيطه بيه، لكن حاسس ان سر نصرته عوننا باسم الايه؟ الرب. ان ربنا معانا، ان ربنا لينا. كان يعي من اول مراحل حرب ضد جلياط، وقال له انت تاتيني بسيف ورمح، ولكن انا اتيك باسم رب الايه؟ الجنود. عشان كده بردك الكنيسه حطت المزمور ده في نهايه اليوم، عشان تذكر كل انسان بان النصره اللي كانت ليك النهارده، واللي انت حققته من نجاح، واللي انت حققته من فرح، ده لان ربنا كان معاك، ولان ربنا كان ليك، مش بشطارتك ولا بمهارتك، لكن لولا ان الرب كان معنا. بيحط مجموعه اخطار كانت بتهدد هذا الشعب، اخطار من ناس، اخطار من وحوش، لابتلعونا ونحن احياء، وحش بيبلع الانسان وهو حي، اخطار من مياه طاميه، اخطار من فخاخ منصوبه، لكن الله كسر الفخاخ وعبرنا السيل او عبرنا المياه الطاميه، والله افلتنا من فم الذين يريدون ان يبتلعونا احياء. لولا الرب الذي كان لنا ليقل اسرائيل. اختبار وجود الله في حياتنا، واعتراف ان الحته دي مهمه، واعتراف ليقل اسرائيل. ليقل اسرائيل يعني ايه؟ ليعترف اسرائيل. ما يكفيش فقط انك تختبر وجود الله، لكن ينبغي ان تعترف بهذا الوجود وتشهد لهذا الوجود في حياتك، وتخبر الاخرين بكم صنع بك الرب ورحمك وعظم العمل معاك. ليقل اسرائيل، وهنا اسرائيل هو شعب الله. ليقل كل انسان عاش مع ربنا، لولا ان الرب كان معنا، لولا الرب الذي كان لنا عندما قام الناس علينا. ناس كتيرة بتقوم علينا، سواء ناس بتقوم علينا صغيرين ان احنا نغلط ونعيش في الخطية وتسهل الخطية قدامنا، او ناس قامت علينا عايزة تعثرنا، او ناس قامت علينا بتضطهدنا،
او ناس قامت علينا عايزة تموتنا او تاخد حقنا او تاخد اللي لينا، عايزة تبتلعنا. اذا لابتلعونا احياء عند احتماء غضبهم علينا، هياكلونا احياء. واذا كان الناس دول بيحركهم الشيطان، لان الشيطان يقول كأسد زائر ملتمسا من يتبعه حتى يتبعه هو حي، مش بيموته الاول وبعدين يبلعه، يبلعه هو حي، لان معروف ان الشيطان ما يحاربش الا الحي. الحي في المسيح ده هو اللي يحاربه، لكن واحد ميت هيحاربه ليه؟ ما هو تبعه. عشان كده حروب الشياطين للناس اللي ماسكه في ربنا. يعني احنا بنفهم غلط ونقول ان الشيطان بيحاربني انا، طب انا بتشنكل لوحدي هيحاربني ليه؟ مش فضيلي. لابتلعونا احياء عند احتماء غضبهم علينا. كأن الغضب ده بيشعل ويحتمي ويحمى. اذا لجرافتنا المياه، لعبرت سيل على انفسنا، لعبرت على انفسنا المياه الطامية. ثلاث درجات للمياه، مياه جرافتنا المياه، وانت عارفين المية ليها شدة اندفاع وقوة جرف. وبعدين زاد درجة وقال ده مش بس مية، دي كمان ايه؟ سيل درجة ازيد. ومش بس سيل، ده مياه طامية. طامية يعني مرتفعة، اللي بيسموه الفيضان. الفيضان ده اعلى درجة لارتفاع المياه. طامية يعني تجيب كل حاجة تغرقها. عدو تاني المية. بالرغم ان المية رمز للحياة، لكن المية ممكن تبقى رمز للايه؟ للموت. فيضان ده يغرق كل حاجة. المية دي اللي هي بتدي حياة للانسان ممكن تغرقه. ولما يفيض الموت ويرتفع لكي ما يعبر على الجميع، لكن لولا ان ربنا معانا، لولا ان احنا بننتصر على هذا الموت، وجود الله، من امن بي ولو مات فسيحيا، ان سرت في وادي ظل الموت فلا اخاف شرا، ليه؟ لانك انت معي. اذا العدو الثاني عدو الموت، اللي زي الميه اللي جرفت كل الناس، غرقت كل الناس وجرفتهم في طريقها. السير عبر على الانفس، وعبرت على انفسنا المياه الطامية. لكن الله نجانا من هذا الموت، من هذا الهلاك. ايضا المية دي رمز مش بس للموت، لكن للخطية. ما الخطية لما تيجي بتتقدم ليا في الاول، ما بتقدمش ليا على انها للموت، لكن الخطية بتقدم ليا على انها حياة. اتمتع بحياتك، دوق، تلذذ. ما هو الشيطان لما بيجي يقدم الخطية ما بيقوليش الخطية هتجيب لك موت، لكن بيقول الخطية هتمتعك بالايه؟ بالحياة. ولكن يتحول الذي لي للحياة هو للايه؟ للموت. لكن الله ينجينا من تلك المياه الطامية، حتى لو بلغت الخطية في شدتها وعنفوانها لدرجة المياه الطامية اللي هتغرق كل الناس. عشان كده مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم. مبارك الرب اللي انقذني وينقذني وسينقذني. فرحة الانسان بعمل ربنا في حياته وبالخلاص اللي ربنا دبره له. انفلست انفسنا مثل العصفور من الفخ، من فخ الصيادين. اشراك الموت واشراك الخطية، شرك يعني فخ، حاجة مش واضحة، لكن تيجي رجل الانسان فيها يتقبض عليه. تيجي رجل العصفور فيها ما يقدرش يطير، ما هوش باين من الاول. وياما الشيطان بيرمي فخاخ كثيرة في طريق الانسان. قديس ابو مقار في مرة كان خارج في البرية، فربنا كشف عن عينيه، لقى ان البرية كلها منصوبة فخاخ شياطين. فصرخ لربنا وقال له يا رب من ينجو؟ مين اللي يفلت؟ فجاله صوت من السماء وقال له
المطبعين هم الذين يفلتون. إن فلتت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين. كان في مرة كان في فخ منصوب والله أنقذ نفسي. مهم جدا الإنسان يفكر في نهاية اليوم ساعة الغروب، أنت ربنا عمل معاك إيه؟ كان فخ كان منصوب ليك وربنا فلت رجليك من الفخ. إن فلتت، شوفوا فرحة العصفور لما يحس انه وقع في الفخ لكن قدر يخلص منه وقدر ينجو منه. الفخ انكسر ونحن انفلتنا. الله يكسر الفخاخ المنصوبة. عوننا باسم الرب، نصرتنا ومعونتنا باسم الرب اللي صنع السماء والارض. عشان كده مع الله دايما توجد طريق للنجاة. مع الله توجد دايما طريق للنجاة، لان هو خالق كل ما في الوجود، هو اللي خلق السماء والارض، وما فيش مشكلة اكبر من انه يحلها، وما فيش ظرف اعطر من انه يقدر يسود عليه ويخلص الانسان منه. فهو لابد دايما يمد الانسان بطريق الخلاص. عشان كده يقول الصانع السماوات والارض هو اللي صنع كل حاجة، فهو الذي يستطيع ان يجد مفلت للانسان في كل ظرف. مفيش مشكلة اسمها صعبة على ربنا، او مفيش ظرف الله لا يقدر عليه. الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله، لكن دور الإنسان أن يتمتع بوجود الله.